مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الديوانية. رؤية استشراف المستقبل نحو 2030 تسابق بنا الزمن فتسبق نفسها وتضعنا أمام الغد من وحي اليوم، حاضر اليوم الذي نراه واقعا ملموسا بتنا فيه وجهة العالم وأهم أدوات صناعة مستقبل العالم بمناحيه السياسية والاقتصادية والصحية وأيضا الرياضية. وفي الرياضة اليوم تواصل السعودية العظمى عظيم إبهارها في استضافة أحداث العالم رياضيا، صانع المستقبل بأحلامه المتاحة وحتى تلك التي تسبق الأحلام، سمو سيدي ولي العهد الذي منح الرياضة كل الدعم فمنح العالم الرياضي وجهة جديدة. واليوم الحدث الكبير فورمولا إي انطلق بأكبر الأسماء العالمية في عالم سباق السيارات وصناعها من الدرعية، نجاح آخر ممتد يصنع من اليوم غدا نراه رؤيا العين بأننا نسير نحو عنان السماء وفقا لرؤية أمير الرؤية سمو سيدي ولي العهد حفظه الله. أهم عنصر لدينا هو الشعب السعودي، واليوم لدينا شعب مقتنع نعمل معه بشكل قوي للوصول إلى آفاق جديدة في العالم. معك 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 لو تحرت الخطاوي للسماء ليك علينا نتبعك دام حبل الرجاوي بك هما لك علينا نسمعك. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة واللي يسعد بوجوده معي في حلقة اليوم. أبدأ بالناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ عادل عصام الدين، أيضا الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ سعد المهدي، والناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ فيصل الجفن، وأخيرا الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ تركي السهلي. مساكم الله بخير يا جماعة، سعيد اليوم بوجودكم معي في الحلقة. سعداء بك أبو خالد. دائما قبل البداية نقول يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للإطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاج الديوانية واللي دائما نكون ظاهر معك أسفل الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الحلقة بالأخبار. اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى من السباق التاريخي للفورميلا إي على حلبة الدرعية بفوز الهولندي دي فريز بالمركز الأول في السباق الليلي، كما تنطلق غدا السبت الجولة الثانية والأخيرة على ذات الحلبة. يقص ملعب نادي الباطن غدا شريط الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة الباطن والوحدة، كما يستضيف الاتفاق فريق التعاون على الساد الأمير محمد بن فهد، ويختتم اليوم الأول بلقاء الفيصلي والأهلي على ملعب مدينة المجمع الرياضية. ذكرت مصادر صحفية عن رفع إدارة نادي العين احتجاجا رسميا للجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم على مشاركة الروماني بوديسكو لاعب فريق ضمك، مستندين على عقوبة اللاعب في ناديه السابق بإيقافه لمبارتين مع إلزامه بدفع غرامة مالية. يتوج غدا الدكتور إبراهيم البابطين رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة فريق الهلال بعد حسمه للقب الدوري في الجولة الماضية. كده اليوم تابعنا الفورمولا إي والنجاح الكبير اللي مع الانطلاقة مع هذه الجولة في الفورمولا إي وبمشاركة كثير من خلينا نقول الأسماء العالمية اللي كانت موجودة اليوم في حلبة الدرعية. أبدأ معك أستاذ عادل عصام الدين عن هذه المنافسة وعن هذه
عن هذا السباق الليلي لليوم حتى في شكله كان جديد. أنا استمتعت طبعا، أنا يعني ما أزعم أني أنا من عشاق سباق السيارات أو كنت أتابع من بعيد، لكن يعني اليوم قطعة من أوروبا إيفنت أو حدث عالمي كبير، يعني نقلت القطعة هذه بكاملها للدرعية. نعم. هذا شيء خيال يعني، والله أنا أتفرج اليوم بعيدا عن تفاصيل السباق نفسه، النقل، التعليق، الإضاءة لأول مرة في التاريخ، صحيح شيء من الخيال. نعم. صراحة للأمانة، هو أنت بتتكلم عن فورمولا إي، فما بالك عندما تنظم الفورمولا 1 اللي هي أكبر يعني والبطولة الأعلى في السباق، أعلى في العالم. لكن اليوم الحقيقة يعني بالفعل شوف، هذه البداية، هذه البداية. أنا أمس كنت أقرأ الحقيقة حوار أتمنى كلنا إحنا كإعلاميين نقرأ الحوار هذا مع رئيس الشراكة، شركة نيوم. نعم. المستقبل. نعم. في الشرق الأوسط. نيل كوبلاند اسمه. حقيقة الحوار أنا قريته مرتين. الآن يعني اليوم اللي شفناه هذا الشيء الخيال، هذه البداية. لكن المستقبل يعني المملكة من بين 20 قطاع أو 22 قطاع كلها تجد الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة، الرياضة من ضمنها. نعم. الرياضة حتكون هي البداية، لأنه دائما تعرف هي الوصول للشباب أكثر، واللي بيشكلوا نسبة 70 أو 75% من عدد السكان، وبالتالي تحظى باهتمام كبير في نيوم المستقبل. نعم. يجمعوا بين اثنين، بين الرياضة وبين الترفيه، لأنه دائما يخطئ من يعتقد أن الرياضة مجرد ترفيه، ويخطئ من يعتقد أنها مجرد رياضة، لأنه الاثنين. والرياضة تنقسم طبعا هي عدة أقسام. نعم. تحدثت عنها كثير. فاليوم بالفعل شوف يعني هذا السحر، هذه الجاذبية، هذا الجمال اللي شفناه اليوم، أنا صراحة ماني مصدق يعني بتفرج يعني كيف، يعني ما حسينا احنا بالتفاصيل هذه وما يتحدث عنها وسائل الاعلام، يعني فجاه وجدنا امامنا هذا الحدث العالمي في الدرعيه. صراحه انا تابعت من البدايه للنهايه بالتعليق بالاستوديو بالتفاصيل، شيء الحقيقه حتى بالحادثين اللي صاروا وكنا نشوفها في الفورمولا 1. يعني بالفعل حدث نقل اليوم للمملكه، فانا اشوف يعني الحقيقه شيء للتاريخ، وطبعا ايضا بكره يستكمل. اما بالنسبه للتفاصيل طبعا هذا واول مره انا اعرف، بعدين ايضا في زي ما كنا نتحدث عن الفروسيه الاسبوع الماضي، في كثير من التكتيك، وفي كثير من الخطط، وفي كثير من الخداع في هذه السباقات. هم نفسهم منبهرين، يعني امس لما كان بيتكلم اللي هو مؤسس فورمولا اي، المؤسس وهو المتبني والمحتضن، كان بيقول إنه المملكة غير والتنظيم هنا غير. نعم. ويشكر الحكومة على كل ما قدمته. بالفعل أنت شوف يعني شيء، مدينة رياضية لسباق السيارات تزرع داخل الدرعية. نعم. فتهنية للمسؤولين. أيوة. ونجاح نجاح كبير، ما بالك أنت تتحدث عن حدث بدون جماهير. نعم. لو كانوا في جماهير كان يمكن الوضع يختلف. والحدث في وسط الظروف الصحية. آه. يعني كان صحيح. في صعوبات معناتها كانت صحيح. كثيرة موجودة، ولكن صحيح. المملكة استطاعت النجاح في هذا الموضوع. طبعا نجح الهولندي نيك دي فريز اللي هو من فريق مرسيدس بنز اي كيو في الفوز اليوم بلقب الجولة الأولى والمركز الأول من هذا السباق. وبنواف على مستوى هذا السباق، على خلني أخذ على زاوية مثلا أنا تابعتها اليوم، مواقع ما راح أتكلم عن قنوات فضائية، اليوم حتى المواقع العالمية كانت موجودة مع انطلاق هذا السباق. الحقيقة أبدأ من حيث انتهى أستاذنا عادل، اللي بالتهنئة الحقيقة لنا جميعا الحقيقة في انطلاقة السباق وتحقيقه للنجاح النصفي للمناسبة، وإن شاء الله يكتمل هذا النجاح يوم غد إن شاء الله. في الحقيقة يعني الوصف الفعالية يعني من الداخل أو من الأعلى، يعني إحنا يمكن شفناها من الأعلى وكأننا يعني ما نعرف حتى الدرعية، وما نعرف شوارعنا، وما نعرف تغيرت، ما نعرف إيش قد الرياض صارت يعني ضخمة، وفي عمرانها وفي جمال شوارعها. صحيح. وجمالها.
ايضا يمكن كون ان السباق ليلي ايضا اعطى شيء من الابهار والسحر في الصوره، وبالتالي يعني اصبح تشكيل التصور يعني يبتعد عن التفاصيل والكواليس للسباق الى قراءه وجه هذه المدينه وقراءه وجه هذا المكان. بالطبع ايضا بنفس التصور اللي عند ابو لما هو حقيقه احنا مع متابعتنا للسباق سواء بالتعليق او مع المحللين سعيد الموري وفراس النمر حقيقه يعني اضافوا لنا كثير من المعلومات واضافوا لنا وفسروا الكثير من اسرار السباق وطبيعته. النقل التلفزيوني نقل عظيم ورائع ونقل عالمي يعني لم يتغير يعني الحقيقه يعني ما نقول نحن كنا نشاهد كثير من هذه السباقات عشان نعقد المقارنات، ولكن يكفي ان احنا ما شاهدناه يعني كان يعبر عن شيء من ما يمكن ان يعني يكون صوره متكامله لنقل حدث بادق تفاصيله سواء داخل الغرف المتابعه من مدراء الفرق والمحكمين الى اخره، او في الحلبه بنفسها، او في اماكن الاستراحه او الصيانه او الاشياء. شفنا الحقيقه سباق مبهر، 45 دقيقه كانت يعني شدتنا لها كثير، سواء تعرفنا على تكتيكات السباق، على فكره السباق وكيف اصلا ينطلق وكيف يبدا، عرفنا بعض الرموز اللي كنا يعني نراها دون ان يكون لنا دون ان يكون هناك تفسير لها يعني عندنا. طبعا هذه اشياء الحقيقه ممكن اقول انها تفاصيل تخص كل شخص، ولكن اللي يهمنا بشكل عام انه احنا اقمنا هذا السباق، اللي يهمنا بشكل عام ان احنا دخلنا مع العالم في شراكه مهمه اللي هي تقاسم الفعاليات والاحداث العالميه بالتساوي، وامامنا فرص ان احنا نتقدم ايضا في التفوق على كثير من الدول اللي كانت تحتضن مثل هذه الفعاليات والاحداث العالميه. احنا ايضا اقتطعنا اليوم جزء كبير من وقت الشغوفين بهذه الرياضه في اصقاع العالم بشكل عام. احنا ايضا وضعنا ايضا بصمتنا على وسائل الاعلام هذا اليوم، سواء التفاعليه او يوم غد في تحليلاتهم او في الصحف يمكن المطبوعه. كل هذه الاشياء اعتبرها مكتسبات، اضافه الى زي ما تفضل ايضا ابو لما في موضوع ربط الرياضه بالترفيه وبالتالي انعكاسها على جوده الحياه، كلها اشياء يعني تدخل في بعض بترابط. في تحقيق يعني دائما توجه الرؤيه كل يوم تكتمل يعني هذه الصوره الكبيره المراد في الاخير الوصول لها، كل يوم نضع فيها قطعه يعني لاكتمالها. هذه مثل هذه الاحداث ايضا يعني ما في شك انها ايضا لها ايضا مكاسب اخرى في مساله التعرف على مثل هذه الاحداث، في من خلال المتطوعين، من خلال المنظمين، من خلال اشياء كثيره احنا يمكن تكلمنا فيها في اكثر من مسابقه وفي اكثر من فعاليه. وارى اننا نكرر كلامنا، ولكن اعتقد لا باس يعني انه ايضا يعني احنا امام عجله تدور بسرعه ومتكرره في الجمال ومتكرره في العظمه ومتكرره في الفخر، لذلك لا يمنع ان ايضا ان نكرر ايضا حديثنا عن مثل هذه المناسبه والمسابقات، ولا يمنع ان احنا ايضا نهنئ القائمين على هذه على اقامه مثل هذا المناشط سواء في وزاره الرياضه او في الاتحاد المعني الان في اتحاد المحركات والدراجات والسيارات. نرب ايضا ربط المدينه التاريخيه لتصبح ايضا قاعده لينطلق منها المستقبل، ايضا ربط مهم جدا. واعتقد وجود يمكن الحلبه بجمالياتها و بمساراتها وينتصب في وسطها ايضا علم المملكه العربيه السعوديه، ايضا فيها رمزيه جيده وفيها لمحه حقيقة تستحق أيضا إشادة للتصميم والأفكار. أتمنى الحقيقة التوفيق إن شاء الله وإتمام إن شاء الله هذه المسابقة يوم غد بشكل إن شاء الله كما يتوقعه ويتمناه الجميع. ممتاز. طبعا شهد اليوم المؤتمر الصحفي بعد أو المؤتمر الصحفي بعد السباق
حضور أكثر من 130 إعلامي من المملكة ومختلف دول العالم، مثلوا 10 قنوات تلفزيونية و60 وسيلة إعلامية مطبوعة وإلكترونية. أروح معك تركي السهلي في هذا الموضوع وربطه. خلني بنطلق مثلا من الأمس، كان معنا الأمير خالد بن سطال عبد الله الفيصل رئيس الاتحاد السيارات والدراجات النارية. سألوا فيصل سؤال مهم، كان فيصل جفن معنا في الحلقة، سألوا سؤال مهم عن أنه الاتحاد الدولي للسيارات كيف اليوم يعني يتفاعل مع المملكة العربية السعودية وهي ما عندها كثير من الخبرات على مستوى السيارات وعالم سباق السيارات. كانت إجابة الأمير خالد بأنه اليوم هو هذا الاتحاد يشعر بجدية القيادة على مستوى هذا العمل في صناعة الرياضة. واحدة منها اليوم السيارات في جدية فعلا في صناعة الرياضة بشكل كامل. هذا كان منطلق مهم في العمل الرياضي من خلال مثلا اليوم سباق السيارات. هذا صحيح، وأيضا ما قال الأمير صحيح، وأيضا ينطلق هذا السباق من فهم عميق للعمق التاريخي لهذه المملكة العربية السعودية، ولي أيضا عبر اختياره في الدرعية وفي حي الطريف التاريخي. المملكة العربية السعودية تشكلت بدءا من الدولة السعودية الأولى 1744 ميلادي، قبل تكون أو تشكل الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثين سنة. وقامت تلك الحالة في بدايتها على تلاحم شديد جدا ما بين الشعب وبين القادة منذ ذلك التاريخ حتى اليوم. الطريف، حي الطريف التاريخي والدرعية التاريخية لها مدلولات عميقة جدا، وتعطي دائما دلالة على أن الذي لا ينطلق من عمقه ومن تاريخه ويؤمن بذاته لا يستطيع أن يواجه. الملك عبد العزيز عندما أتم الدولة السعودية الثالثة في 1932 ميلادي، مرت عليه وهو في طريقه في تأسيس البلاد، ومن شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها، كانت هناك الحرب العالمية الأولى، كانت هناك الحرب العالمية الثانية، كانت هناك بقايا ومحاولة تمسك الدولة العثمانية بمواقعها. استطاع الملك عبد العزيز أن يتغلب على ذلك كله ليبقي هذه الأرض بالتلاحم مع الشعب العظيم. في الملك سعود كانت الحالة سقوط الملكيات وظهور بعض القلاقل. الملك سعود التفت إلى بناء الدولة وإلى الاعتماد على قوة هذه الأرض المتشكلة في عمقها من الإنسان. الملك فيصل عندما أتى كانت هناك سقوط الملكيات أيضا، ثم حالة القومية العربية، ثم محاولة ظهور قلاقل بالجانب البلاد. لكن الملك فيصل آمن بهذا الشعب وآمن بقدراته وآمن بأرضه وآمن بعمقه، فسقطت تلك الحركات وبقيت المملكة العربية السعودية. في عهد الملك خالد كانت حالة النهضة وحالة البناء وحالة الاعتماد على الإنسان وحالة رفاهية هذا الشعب. في حالة الملك فهد بن عبد العزيز الله يرحمه ويرحم كل الملوك، كان الملك فهد يواجه تحديات كبيرة على مستوى استعادة أرامكو من الولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى حماية البلاد وحماية الإنسان من أي مؤثر خارجي. استطاع الملك فهد بن عبد العزيز أن يقود المملكة العربية السعودية الآن تبقى وتستمر. في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز الله يرحمه كانت حالة الحادي عشر من سبتمبر، كانت الولايات المتحدة الأمريكية بقضها وقضيضها وبإعلامها وبكل ما فيها يشن حملة شرسة جدا على المملكة العربية السعودية في كل التفاصيل، لكن المملكة بقيت واقفة قوية عزيزة، وكان الشعب إلى جانب القيادة، وبالتالي خرجت لنا مشاريع عظيمة مثل مشاريع الابتعاث ومشاريع غيرها المرتبطة أساسا على تنمية الإنسان وبنائه. في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز الله يطول في عمره، وهو الإمام رقم 20 في تاريخ الدول السعودية الثلاث، الملك السابع في عهد الدولة السعودية الثالثة، نسأل الله يطول في عمره، ومعه الأمير محمد بن سلمان، ارتكز إلى هذا التاريخ وإلى هذا العمق وإلى هذا التلاحم الكبير ما بين الشعب والقيادة. عندما نتذكر في عهد الملك عبد الله وعملية الثورات العربية وما ظهر منها ومحاولة إدخالها إلى الداخل السعودي، أطلقت ما يسمى بذلك الوقت ثورة حنين لمحاولة التأثير في الداخل السعودي، لم يخرج بشر واحد، سواء أعتقد شخص واحد اختفى الآن وذهب مشردا بعيدا. ليه؟ لأن الإنسان آمن إيمان عميق بأنه مشروع هذه الدولة هو مشروع للبقاء وليس مشروع للأفكار الدخيلة أو للاهتزاز بأي شيء من هذه الأمور. الأمير نايف الله يرحمه ويسكن الجنة عندما انتهت تلك الحالة وأخرج ثورة ما يسمى بثورة حنين، خرج في مؤتمر صحفي شهير وعظيم وتحدث عن الشعب السعودي، العلاقة اللي تربط بين القيادة والشعب، حديث عظيم. ملك عبد الله الله يرحمه ويسكن الجنة قال كنت على ثقة مطلقة
أنه لن يكون هناك أي زعزعة في الداخل. اليوم بكل هذا الإرث العظيم، بكل هذا الموروث العظيم، نحن نعود إلى عمقنا في طريف وفي الدرعية، طريف والدرعية التي حوصرت ونكل بأهلها وسكانها، راحت كل الحروب والحملات العثمانية وغيرها، بقي هذا المكان شامخا عظيما عزيزا، يؤكد أن هذا الإنسان هو إنسان، إنسان هذه الأرض هو إنسان عظيم في تكوينه، من نجران، أقصى نجران في الجنوب إلى عمق الدرعية، من أقصى عرعر إلى عمق الدرعية، من أقصى الأحساء إلى عمق الدرعية، من أقصى البحر الأحمر في ينبع والمدينة وجدة إلى عمق السعودية إلى عمق الدرعية، كلنا نرتبط بهذه الأرض، لأنه هنا منبع تكوين الإنسان، منبع تلاحمه، منبع إيمانه بدولته، إيمانه بمشروعه الإنساني، إيمانه بمشروعه التأثيري. وبالتالي اليوم علينا نفخر الحقيقة بأي مشروع ينطلق في هذا الاتجاه. نعم. شكرا لوزارة الرياضة التي فهمت جيدا هذا الدور، شكرا للقيادة في المملكة العربية السعودية التي فهمت عمق هذا التاريخ، وانطلقت الفورميلا إيه من الدرعية، من طريف التاريخي. نحن للتو نظهر أنفسنا في بعض الأمور، في بعض المجالات الرياضية وغيرها. نعم. لكن نحن أهل العمق وأهل التاريخ منذ 1744 ميلادي. ممتاز. طيب خليني أخذ على الهاتف، ينضم معي سعيد الموري وهو بطل سباقات سيارات السيارات أو سباق السيارات. أروح معك سعيد، اليوم أكيد أبارك لكم اليوم على مستوى كبطل لسباق السيارات، هذا الانطلاقة لفورمولا إي. أسألك اليوم عن هذه الجولة الأولى، عن هذا اليوم الأول، أنت كيف تقرأه؟ طبعا أول شيء رحب فيك وفي المشاهدين، وأبارك للشعب السعودي كافة قبل كل شيء بسلامة ولي العهد من العمل الجراحية اللي أتمها، أقول لا بأس طهور إن شاء الله. واليوم الحمد لله انطلاقت أيضا بطولة العالم، كأول مرة تصير بطولة عالم للفورمولا إي. السنوات الماضية كانت بطولة مستقلة ولكنها أصبحت بطولة عالم، وكانت الجولة الأولى انطلاقتها من الدرعية كأول سباق ليلي من جولتين في منطقة في الدرعية في المملكة العربية السعودية. نعم. أنت قراءتك اليوم على مستوى المتسابقين والنتائج كيف تشوفها؟ اليوم بطل هولندي اللي موجود، يعني حديثك عن هذا البطل اليوم. طبعا اليوم اول شيء كان التحدي ان المملكه العربيه السعوديه استضافت هذه الجوله في ضمن هذه الجائحه اللي تلم بالعالم كامل، ولكن الحمد لله بعد النجاح تنظيم رالي داكار اليوم ايضا اثبتت السعوديه بكافه القطاعات من وزاره الرياضه، وزاره الداخليه، وجميع القطاعات انها على القدره الكافيه في تنظيم فعاليه او تظاهره عالميه ضمن هذه الجائحه. وكثير دول اعتذرت من اقامه الجوله الاولى، ولكن الحمد لله المملكه العربيه السعوديه تقدمت وقامت هذه الجولة. كانت اليوم يعني جولة جميلة، سباق ليلي، تفوق الألمان في التجارب التأهيلية، مرسيدس وأودي وبورش، ولكن السباق كان فيه مفاجآت كثيرة، حادثين غيرت مجرى السباق، ولكن المتصدر سائق مرسيدس نيك ديفيرت تصدر اليوم من أوله حتى السباق وقدرنا يكسب المركز الأول. سعيد اليوم على مستوى نتكلم على سباق ليلي اليوم، إيش الاختلاف في موضوع اليوم السباق الليلي؟ هل اليوم مثلا الأسماء اللي كانت مرشحة أنها اليوم تكون في مراتب متقدمة أو تفوز بالسباق أثر عليها، أو اليوم كان المجرى بشكل طبيعي على مستوى السباق؟ طبعا كأول سباق في الموسم وأيضا سباق ليلي كان سباق خلط الأوراق هذه المرة، ولكن كانت واضح أن الفرق اللي في المقدمة فرق المصانع تأديتها من التجارب اللي كانت أمس واليوم، واضح كانت مجريات السباق، ولكن الحوادث اللي صارت، خروج سيارة الأمان غير ترتيب السباق، ولكن ظل فريق مرسيدس متصدر السباق. السباق كان ممتع لكل السائقين، مليء بالمفاجآت. حلبة الدرعية كانت لوحة فنية جميلة بالإنارة اللي فيها، أعطت إضافة للبطولة وللسباق نفسه. المتوقع للغد سعيد؟ والعلم عند الله بتكون نتائج قريبة من اللي صار اليوم، ما أعتقد ما راح تخلط الأوراق بكثرة، ولكن كل يوم يوم جديد في عالم السباقات. شكرا لك سعيد الموري بطل سباقات السيارات البطل السعودي، شكرا لك سعيد. اروح معك فيصل، يمكن تكلمنا كثير عن هذا السباق وابعاده، انت اليوم مع الانطلاقه تاخذه من اي زاويه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد من سوء حظ اني اكون موجود بوجود الاساتذه، يعني الكلام اللي قالوه تقريبا متنوع وشامل لكل شيء، واشيد بكلام حبيبنا ابو غلا والسرد اللي نعم تكلم. لكن انا باخذ الموضوع من جانب اخر، يعني
قياسا بالزمن، انت دائما العين هي اللي تحكم المشاهدة. قياسا بالزمن 3 سنوات ما تعمله المملكة العربية السعودية يعتبر إنجاز. فما بالك لما تكون في حالة العالم كله مقفل زي كورونا. أنا بأجيب لك اللي صار في السنة هذه الأخيرة. مثلا لما نتكلم عن سباق عالمي مثل داكار ويكون محتاج إلى جغرافيا واسعة، صحيح، محتاج إلى أنك تؤمن كل صغيرة وكبيرة لهؤلاء المتسابقين، ومع غلاق خلينا سبل التنقل المتاحة، أنت يعني عملك يكون مكثف أكثر من أي بطولة أخرى في الأمور الطبيعية. نعم. فهذا يعني يعتبر شهادة واضحة وحاضرة للنجاح. صحيح. أمس سمو الأمير قال كلمة، قال في كثير من الدول اعتذرت عن مثلا تكون هي مجدولة عندها المسابقات، بعضها اعتذر وبعضها طلب التأجيل، يعني لا يملكون. وإحنا نتكلم عن دول أوروبية، ما نتكلم عن دول محدودة الإمكانيات. نعم. قس هذا الإرث الكبير مع دخول المملكة العربية السعودية 3 سنوات الماضية لهذه السباقات، وما راح أقول لك فورمولا إي فقط، داكار والسباقات السيارات، كل شيء كل شيء دخلنا، وليس لمجرد يعني المشاركة أو من أجل بس الاستضافة، من أجل الاستضافة. أنا أعتقد أبهرنا، شهاداتنا تعتبر مجروحة، ولكن حسب ما يعني ردات الفعل عند وسائل الإعلام العالمية والسوشيال ميديا ورتنا أشياء قد تكون صعب أنك تشاهدها على الطبيعة، من مثلا الإشادة اللي جت لأهلنا وحبايبنا مثلا بها الحائل. نعم. هذه لو دفعت مئات الملايين لن تكون بالصدق اللي طلعت بهذا الشكل، وقس عليها. صحيح. ومقبلين، وفي كل فترة نتكلم عن سوف يحصل وسوف يحصل وسوف آخرها مثلا فورمولا 1 القادم. طيب إذا كانت بالظروف الطبيعية فأنت نسبة نجاحك راح تكون فيها نسب من الخلل، يعني لن تكون 100%، فما بالك تكون 100% وفي كورونا. صحيح. فأنا أقول أدام الله العز لهذا البلد، وأدام الله العز على حكامه وقادتها اللي أوصلونا بهذه السرعة لفعلا أن تكون في القمة. ممتاز. طب نروح لأبرز تفاصيل اليوم الأول من سباق فورمولا إي في التقرير التالي. حلبة الدرعية التاريخية كانت اليوم مسرحا لانطلاق سباقات الجولة الافتتاحية من الموسم السابع لبطولة العالم فورمولا إي، والتي تستضيفها المملكة على مدار يومين متتاليين بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. الجولة الافتتاحية انطلقت في الساعة 8 مساء واستمرت لمدة 45 دقيقة من التنافس القوي ورسم الحماس على ميدان التحدي، بمشاركة 24 سائقا يمثلون 12 فريقا عالميا، يتقدمهم بطل العالم الحالي وبطل أول سباق لفورمولا إي درعية 2018 أنتونيو فيليكس داكوستا. على ميدان البطولة لهذا العام نجح الهولندي نيك دي فريز من فريق مرسيدس بنز إي كيو في الفوز بلقب الجولة الأولى والمركز الأول من السباق، بعد منافسة قوية من السويسري إدواردو مونتارا والذي جاء في المركز الثاني، فيما حل النيوزلندي ميتش إيفانز في المركز الثالث. وتتواصل المنافسات غدا السبت بإقامة الجولة الثانية من البطولة على حلبة الدرعية تاريخية، حيث سيواصل المتسابقون منافساتهم دون حضور جماهيري في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة فيروس كورونا وحفاظا على سلامة ووقاية المشاركين. غدا يستجد التحدي في مسار القوة التي تحملها حلبة الدرعية التاريخية ذات التقنيات الأعلى والأكثر حداثة تحت أضواء بتقنية LED ذات الاستهلاك المنخفض، والتي تعمل بالطاقة المتجددة لأول مرة في تاريخ هذه البطولة، ذلك كهدف رئيس لمواجهة التغير المناخي وتحقيق مستقبل أفضل للسباق بتطبيق مبادرات مستمرة في العالم أجمع، حيث تعد المملكة شريكاً مثالياً في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية تماشياً مع مستهدفات وبرامج رؤية المملكة 2030.
طبعا السباق هذا أقيم تحت أضواء الحلبة البالغ طولها 2.83 كيلومتر بتقنية LED ذات الاستهلاك المنخفض. طبعا هذه التقنية تقام لأول مرة أو تستخدم لأول مرة، وطبعا تقلص هي استهلاك الطاقة بنسبة 50%. أروح معك تركي على اليوم شكل السباق. يمكن ترى بنواف اليوم قال نقطة مهمة في الحديث، فعلا احنا نشوف الصور من 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 الأعلى، كانت الصور تحس ما يعني ما تستوعب من هذه الدرعية. لا يعني أنا كلام بنواف 100%، بس أنا حقيقة جمالية أي طبعا إيه 100% جميلة، والصور جميلة جدا، بس في جزئية أنا حبيتها كثير، اللي هو تقنية الإيدي اللي تخفض الاستهلاك، وايضا الانوار الكاشفه اللي هي عباره عن او مستبده من الزيوت المهدرجه، وبالتالي ما فيها احتراق، ما فيها كربون. وهذا يصب في نفس الفكره اللي كان يحملها الامير محمد بن سلمان عن ذلاين اللي كانت الطاقه النظيفه، الطاقه النظيفه المتجدده والاعتماد عليها. اليوم ترى احنا على فكره نمد العالم باكثر من 100 مليون برميل في السنه، تقريبا 9 او 10، وصلنا في وقت من الاوقات الى 12 مليون برميل في الشهر. صحيح. واليوم احنا نقود العالم في تفصيله قد يراها الناس عاديه جدا، الاي دي والطاقه المتجدده، لا مو ابدا. نحن اهل التجارب الان في هذا الاطار. صحيح. واهل تقديم هذا الامور، فبالتالي هذه السباقات ترى ما هي على فكره، يعني ما هي مجرد والله احنا، وترى تركي امس الامير تكلم عنها في هالجزئيه. أي. اللي قلتها انت اللي الناس ممكن تاخذها بامر بسيط. أي. انا قلت له كيف الفكره جت؟ يعني من هذا المنطلق انه اليوم نثبت العالم حتى في هذه الطاقه ان احنا متمكنين. طبعا، وانا متاكد انه وزاره الرياضه وهي تتبنى بحكم انها مشرف على السباق، او الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريه، انا ايضا اظن انه وزاره البترول ايضا داخله في الموضوع. صحيح. ارامكو من خلال الابحاث، من خلال مراكز الابحاث، من خلال الطاقه المتجدده في هذا الاطار. فانا صندوق الاستثمارات من ضمن الرعاه ايضا الموجودين. أيه على مستوى. أيه. فانا احب ان يكون يعني شوف هذا السباق في تفاصيل كثيره جدا نحن نقودها للعالم الان، فانا سعيد جدا بهذه الامور اللي طالع. شوف كيف كانت اليوم الاضاءه جميله جدا، كيف الاضواء الكاشفه كلها كانت منخفضه الاستهلاك بزيوت مهدرجه. نعم. بشغل مرتب، قد نشاهد ممكن من الدرعيه نشوف مدن ونشوف طرق لدينا ونشوف تستخدم هذه. صحيح. هذا الاسلوب، فهو سباق لكنه نموذج حقيقي للصناعة، للتفكير في الطاقة المتجددة والنظيفة. ممتاز. عفوا الإشادة لما تجي من برة ترى أقوى. صحيح. يعني قبل شوية في وكالة الأنباء السعودية صحفي إسباني في الماركة ومتخصص السيارات إنريكي نيرانخو اسمه. يعني أمس كان معنا، ترى طلع معنا، كان خادم عرفة عمل مع هو إنريكي نيرانخو. أنا شفت الآن تصريحه في وكالة الأنباء السعودية الحقيقة يعني يشيد بال يعني بكل الاحداث الفعاليات الثلاثه دي الكبرى، هي اللي هي الاكبر في العالم، من رالي دكار الى فورمولا اي والقادم فورمولا 1. نعم. فبيتكلم كيف يعني عن براعه السعوديين في هذا التنظيم. انا افرح، انا بشوف واحد في بعدين الماركه الاسبانيه وصحفي عالمي، وبعدين 130 إعلامي، أنت في هذه الظروف الصعبة. هو رئيس قسم السيارات في هذا في الماركة. في الماركة. يعني هذا لما ينقل لصحيفة ومعناته لكل العالم عن هذا النجاح الكبير، طبعا أكيد شيء يفرح. يعني الحقيقة بتكلم كسعوديين، لكن يعني الإشادة عندما تأتي من هؤلاء مختلفة. صحيح. وبعدين 130 ضيف يعني إعلامي، يعني أنا كنت أتوقع أنه لا يمكن في هذه الظروف انك انت تستضيف هذا العدد. نعم. فشوف مدى الجهد الكبير اللي بذل شركات عالميه، شركات عالميه، شركات. نعم. عالميه عظمى، يمكن هذه. نعم. من المعلومات اللي انا اضيفت. نعم. لي اليوم على وبعدين مستوى السباقات. يعني شوف اليوم انه اليوم هذه السيارات يرعاها شركات، تتكلم على شركات عالميه جدا. صحيح. كبرى الشركات العالميه، المصانع نفسها، المصانع تتكلم مصانع نفسها، لذلك اليوم ما تدخل مثل هذه السباقات ومثل هذه الاماكن تتواجد في المملكه السعوديه الا يعني دليل على نجاح التنظيم وقدرة المملكة على استضافة مثل هذا. صحيح. بعدين ترى هذه يعني حتى الفعالية بحد ذاتها ترى رسالة للمستقبل، ترى يعني اللي فهمته أنا أنه المستقبل القريب. نعم. لن تكون هناك سيارات وقود نهائي. صحيح. فهذه أنت الآن من بدري الآن تجهز مين؟ تجهز فئة الشباب اللي هي الفئة الأكبر هنا في المملكة، أنه هنا المستقبل. طيب روح للفاصل الأول وارجع أكمل مع ضيوفي. We'll be right back.
يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الدوانية. خلونا نروح للدوري ونرجع ونشوف وش كانت اختيارات محللي الدوري السعودي لأفضل هدف كان في الجولة 20 الماضية. تابع. كأفضل هدف كان عندي شوي يعني حيرة ما بين هدف أحمد شراحيلي في مرمى الأهلي وأيضا هدف نداي في مرمى الأهلي، ولكن الزاوية الضيقة والتنفيذ الصعب لهدف نداي جعلني أرشح هدف نداي كأفضل هدف في الجولة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان. أفضل هدف هدف نداي في مرمى النادي الأهلي. في أحداث هذه المباراة الكرة بالرأس، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله الله يا شباب. أفضل هدف نعيم السليتي، جملة كانت جدا ممتازة من فريق الاتفاق. أعتقد أن نعيم السليتي لاعب نادي الاتفاق أحرز الهدف الأفضل في مرمى الفتح هو الهدف الثالث نادي الاتفاق. نقلت الآن خطرة اتفاقية أمامية لنعيم. وجهة نظري في أفضل هدف في الجولة 20 هو هدف لاعب فريق النصر مارتينيز. استلام حلوة جميلة من بيدروس، الله 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 على التمريرة، محاولة جول 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 نصراوي أول، نعم نعم يتقدم، لا جديد يذكر. أجمل هدف هدف شراحيلي في النادي الأهلي علم لقب هذا الموسم، باريك عربية براس الله. أجمل هدف في هذه الجولة من وجهة نظري هدف نادي الرائد الثالث في مرمى أبها. مع الكرة ماركو، يا سلام يا سلام، خطيرة، جول 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 جول، هي ريداوية هي. هدف الجولة بالنسبة لي هو هدف كاكو لاعب التعاون في الوحدة. هو غياب آخر مؤثر، سميحة في كرة، يحط الكرة لدى توابا، كاكو 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 كاكو. في ظني هدف اللاعب ميركي اللاعب الفيصلي أمام الاتحاد الهدف الثالث. ينطلق في كرة والتصويب، الله الله. عشان كذا نقول بحان الكرة القدم مرتبطة بنظرة كنت لللاعب للنادي تختلف. شوف اليوم محللي كلهم ما اتفقوا على أي هدف، كل واحد اختار له هدف. خل نروح نشوف طيب اختيارات محللي الدوري السعودي لأفضل لاعب في الجولة 20. تابع. أفضل لاعب في هذه الجولة بلا شك استحقها نجم الشباب بانيجا، نظير العطاء الكبير اللي قدمه في هذه المباراة. وأفضل لاعب بانيجا، في ظني أن اللاعب بانيجا لاعب نادي الشباب هو أفضل لاعبي الجولة، قدم مباراة كبيرة أمام نادي الأهلي. لاعب الجولة بالنسبة لي كانت محيرة جدا بين بيتي مارتينيز وإبر بانيجا، لكن اختيار يذهب إلى إبر بانيجا. أفضل هدف نعيم السليتي، جملة كانت جدا ممتازة من فريق الاتفاق. أعتقد أنه بانيجا يستحق أن يكون أفضل لاعب في هذه الجولة. أما أفضل لاعب في الجولة 20 هو لاعب فريق الشباب إيفر بانيجا. في أحداث هذه المباراة الكرة بالرأس، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله الله. أعتقد أن جوليو تافاريز لاعب نادي الفيصلي هو اللاعب الأفضل في هذه الجولة. عمل في تانو هدف تعادل، هدف تقدم، عفوا تافاريز. أفضل لاعب هو نجم نادي الفيصلي أحمد أشرف. طيب نروح المرة للمدربين نشوف كيف كانت اختيارات محللي الدوري السعودي. أرشح مدرب فريق الشباب هرنانديز كأفضل مدرب في هذه الجولة 20 من دوري الأمير محمد بن سلمان، نظير المستويات الطيبة اللي يقدمها فريق الشباب. مدرب الجولة 20 هو مدرب فريق نادي الشباب كارلوس هرنانديز. أعتقد أن هرنانديز مدرب نادي الشباب هو المدرب الأفضل في هذه الجولة.
مدرب الجولة الحالية في وجهة نظري هو كارلوس هرنانديز مدرب الشباب. أفضل مدرب هرنانديز مدرب نادي الشباب، استطاع أن يكسب هذه المباراة أمام منافس الأهلي. المدرب في هذه الجولة المدرب شاموسكا مدرب نادي الفيصلي. أفضل مدرب شاموسكا مدرب الفيصلي لما قام فيه في المباراة من إدارة المباراة والتهديف في الشوط الثاني. كما أن المدرب الشاموسكا استطاع من خلال قراءة مميزة لفريق الاتحاد، من قراءة الاتحاد قراءة جيدة واستغلال نقاط الضعف، وساهم في تحول الفريق في الشوط الثاني من خسارة إلى فوز، وفي ظني هو أفضل مدربي الجولة. طيب اروح معك ابو لمع على هذه الخيارات، تتفق معها بالنسبه لافضل هدف، افضل لاعب، افضل مدرب؟ انا اشوف الجولات الماضيه دائما يعني اختلفوا حول هدفين بس، صحيح. لكن المره هذه الاول مره الاحظ كل محلل اختار هدف مختلف. انا بالنسبه لي اشوف هدف انداي الشباب في مرمى الاهلي هدف جميل، لانه كان متقدم على المرمى وما هو من السهل انك انت تسجل من هذه الوضعيه. انا اشوفه اجمل هدف. بس في اليوم بنيجا على مستوى الاختيار اللاعب، بنيجا المره الثانيه يعني من الجوله 19 الجوله 20 يسيطر على، صحيح، ويستاهل. يعني انت تشوف المباراه او هدفين يعني تمريره بالمسطره في الهدفين، وبالتالي قاد فريقه الفوز ويستحق احسن لاعب صراحه. بالنسبه للمدرب انا اشوف شاموسكا الفيصلي. انت تشوف شاموسكا؟ اشوف شاموسكا. الاغلب برضو راحت لهرنانديز مدرب الشباب. اثنين هم انقسموا يعني بس بين اثنين، ما شفت اسم اخر، شاموسكا وهرنانديز. انا اشوف شاموسكا لانه حقيقه قلب الطاوله على مدرب الاتحاد وفاز بجداره. ابو محمد تاخذ شيء في خيارات تختلف معاهم؟ بختلف في المدرب. انا اقول خالد عطوي ما اخذ حقه. يعني متى نمدح خالد عطوي؟ صحيح انه انتقادات واجد، لكن في تحسن كبير على الاتفاق، واخرها المباراه الاخيره مع الفتح وشفنا يعني التاثير المباشر. بس في جولات هو اخذ فيها يعني، ما في مدرب ما في جولات، في الجولات كان خالد العطوي اخذ حقيقه كثير من الثناء واخذ الافضليه يعني. لا بس الانتقاد كان عليه اكثر. الانتقاد عليه اكثر، يعني تحس انه لما يخفق تسمع صوت العالي انه الى مدى يعني المدرب الوطني لا يا اخي الرجل قاعد يشتغل. حلو. يشتغل وياخذ الفرص اللي ياخذها الاجنبي. ينجح مره يفشل مره، لكن قاعد الخبره تتراكم يعني. بالنسبه للاهداف السليتي هدف في ذكاء وهو لاعب خارق. افضل اللاعبين انا اقول افضل اللاعبين في الدوري وليس في الجوله بانيجا. بانيجا في الدوري حتى الان، حتى الان إيه؟ في فرق كبير صراحه. لأن في بقية اللاعبين الأجانب أنا أعتقد ما في أحد يتجرأ يحط أحد أفضل من بنيجا. بنيجا تشوف كرة قدم يعني، أنا صرت أنتظر مباريات الشباب عشان بنيجا. ممتاز. رجل يعني لياقيا حتى يشعرك بأنه لاعب صغير بالسن. لا أنا أقصد تلقاه في هنا وتلقاه في قدام ويصنع ويرجع. مؤثر، لاعب مؤثر صار. تلقاه 8 تلقاه 6 تلقاه 9.5 ما في. اللي بحرك الفريق كامل. طبعا هالنوعيه من اللاعبين انت تفرح انك تشوفه يلعب كره قدم بغض النظر يعني انه منافسه فريق دوري، هذه الامور على جنب. انا اعطي الرجل حقه سواء لاعب في الدوري السعودي ولا غير الدوري. الخوف من ايش؟ انه يجونك لاعبين يعني كبار بالسيفي وكبار مثلا بالقيمه حتى الماديه ولا يكون ذاك التاثير او بوجودهم في الدوري تاثيرهم يعني يعتبر قليل او ضئيل. طيب. لكن بنيجا لا قاعد يعطي 100%. طيب. هنا الاختلاف. اسمح لي بس ابو محمد، بيان الان من وزاره الرياضه، وزاره الرياضه تصدر قرارا بمنع رئيس نادي الشباب من مزاوله النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فريق او فرق النادي داخليا وخارجيا لمده شهرين، كما تقرر منع مدير المركز الاعلامي من مزاوله النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم. خلوني أقرأ البيان بشكل كامل اللي ظهر أو الخبر الصحفي اللي ظهر. إشارة للأحداث التي صاحبت المباراة التي جمعت فريقي النصر والشباب والتي أقيمت يوم السبت 13 فبراير 2021 ضمن الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبناء على المقطع المرئي الذي تم نشره عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب في منصة التواصل الاجتماعي
تويتر يوم الأحد 14 فبراير 2021، والمتضمن تصريحا للاعب الفريق الكروي الأول بالنادي سيباستياو جونيور بشأن القضية المنظورة لدى جهة الاختصاص في حينها ولما تضمنه التصريح من اتهامات اتضح عدم ثبوتها فيما بعد بناء على القرارات الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وحيث راعت الوزارة خلال فترة التحقيقات اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في النظر في تلك الأحداث والفصل فيها حسب الاختصاص عليه. فإن وزارة الرياضة ومن منطلق اختصاصاتها النظامية وفقا لما نصت عليه اللائحة الأساسية للأندية الرياضية قد أكملت تحقيقاتها مع كل من رئيس مجلس إدارة نادي الشباب ومدير المركز الإعلامي بالنادي فيما يخص مقطع الفيديو المنشور، وأصدرت القرارات التالية: أولا، إيقاع الجزاءات التالية على رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان، وهي: 1. المنع من مزاولة النشاط الرياضي لمدة 2 اعتبارا من تاريخ صدور القرار استنادا إلى نص المادة 88.2.ب. 2. المنع من دخول النادي لمدة 2 اعتبارا من تاريخ صدور القرار استنادا إلى نص المادة 88.2.ج. 3. المنع من مرافقة فرق النادي داخليا وخارجيا لمدة 2 اعتبارا من تاريخ صدور القرار. ثانيا، إيقاع جزاء المنع من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم 2021-2022 على مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب أحمد المسعود استنادا إلى نص المادة 88.2.ب. أخذا بالاعتبار تكرار المخالفة التي ارتكبها خلال الموسم الرياضي السابق. كما توضح الوزارة بأنه وفقا لنص المادة 32 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، فإنه سيتولى نائب الرئيس في نادي الشباب مهام رئيس مجلس الإدارة خلال فترة سريان الجزاء الصادر بحقه. حلو، هطرح هذا الموضوع على الضيوف. تفضل برواف. طبعا القرار يعني يخص الجهة المعنية بالأندية، الجهة الاعتبارية اللي تنظم عمل الأندية وتقع الأندية تحت مسؤوليتها. رجعت للائحة الأساسية للأندية، طابقت الواقعة ببند من بنود أو فصل من فصول اللائحة وبند من بنودها، واتخذت القرار. إن أمام الآن يعني أمرين. الأمر الأول اللي هو يعني رغبتنا دائما في أنه وزارة الرياضة كما هي الاتحادات دائما في كل فيما يخصه أنها تتخذ القرارات المناسبة والملائمة للمتوافقة مع الأحداث وجسامتها، تدرجها في ارتكاب المخالفات او غيرها، زي ما احنا ايضا ننتظرها دائما في الثواب بتدرجه الكامل. نعم. فاذا قبلنا ان وزارة الرياضة هي المعنية بالثواب والعقاب والمتابعة والإشراف على الأندية، فمن الطبيعي اننا نتقبل قراراتها التي تتخذها بناء على تحقيقات اجريت ووقائع حدثت ومطابقتها على لوائحها واتخاذ ما يلزم فيها وما يناسبها من قرارات. هذا يجب ان احنا يعني نؤمن فيها ايمان كامل تماما ونقتنع فيها كما نحن يفترض ان نكون نقتنع بالامس في ما اتخذته لجنة الانضباط ايضا فيما يخصها. حقيقة انا استغرب يعني كان الحديث عن قرارات لجنة الانضباط مخالف لي حتى فكرتنا احنا اللي دائما نروج لها اللي هي انه دائما يجب ان نطبق اللائحه. فاذا ما كانت اللائحه تنص على شيء ما وتم مطابقتها على 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 نزلت الماده على الواقعه بما يناسبها واتخذت حرفيا القرار بس حديث قانوني كان فيه يعني فيه في اللائحه ما يصعد الى اعلى مكانه هذه العقوبات، ولكن
ما تم اللقاء، لذلك كان ردة يعني الفعل في الوسط الإعلامي بشكل يعني كان غاضب على هذه اللجنة. شوف الـ 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 مسألة الـ 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 الحد الأدنى والحد الأعلى، نعم أنت طالما اتخذت القرار فأصبح الحد الأدنى والحد الأعلى هو في إطار الإطار ما حلو. ما تراءى للجنة okay. والقناعة والإيمان في الحادثة وتفاصيلها وما سمعته من الشهود وما يعني وصل إلى قناعتها الداخلية في مسألة أنها تتشدد أو هي لو لم تتخذ القرار اللي هو تحديدا اللي هو يبدأ بتدرجه من الحد الأدنى نقول والله أنت ما اتخذ يعني هي لم هي وجدت واقعة معينة لها نص ولم تتخذ ولم يتوافق النص مع المادة. اليوم هذا قرار قبل الاستئناف، لان لو تم الاستئناف في الموضوع ينتهي الموضوع وايضا هذه تتدرج يعني ما عاد في تقاضي ثاني مره انت تحط عقوبه ثاني مره. لا في الاستئناف ممكن الاستئناف المفترض حينقض خلينا نفترض حينقض القرار لا صح؟ لا ممكن يكون الاستئناف يعني في اشياء اعتقد انه مش حكايه نقض فقط انا في اعتقاد انه ممكن حتى في تغليظ ممكن يعني اذا 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 الحجه يعني الاستئناف حيغلط لا انا ما اعرف لكن اذا الحجه للمستأنف في نقض القرار او الطعن فيه ووجد فيه وجاهه في ما واثبات وايضاح اكثر يعني ما ادري ربما انا في اعتقادي حتى قد يكون اعاده طيب. المساله من جديد ممتاز. بس انا اللي اقصده هنا انه ليش احنا يعني نطالب دائما بتطبيق اللوائح واذا طبقت اللوائح نعيد ثاني مره نقول لا احنا نبغى شيء اللي احنا نبغاه يعني اللي نحس به يعني حسينا مثلا احساس كبير الحقيقه في القضيه اللي بين الشباب والنصر يعني كل على فيما يخصه ولكن كان الاحساس الاكثر انه يجب ان تكون عقوبه مشدده ومغلظه بس مش بالضروره ان لما يكون هذا احساسنا انه خلاص انه نغير اللوائح ونعمل باحساسنا احنا قلنا كانت موجوده في اللائحه ابو نواف لا يعني انا امس كان معي علي عباس والداخل قلت له انا سالته مباشره انا ما اعرف اللائحه ولا انا فقلت هل فيه اكثر من هذا من ايقاع هذه العقوبه او هذا التصرف ايقاع على فقره اعلى في العقوبه انه تكون بشكل اكبر من كذا يعني يكون لقاف اطول مثلا يكون مبلغ اطول قال لي موجود لا هو بصحيح ما هذا حديث وانا لا انا انقل كلام انا سمعتها عليه طيب. سامع انا وسامع حواركم بس انا اللي كان هو وقتها يتكلم في موضوع انه انك تتكلم عن انت سالت طال عمرك عن طالما انها لم يدان وقتها حسين عبد الغني او عبد العزيز يمكن زميل عبد العزيز الغيامه كان يقول طالما ان هناك عقوبه تصل الى 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 الايقاف لمده سنتين طيب وغرامه اعتقد من 100,000 للاعب او المسؤول 200,000 حلو ولم تثبت هذه الادانه لماذا لا تكون تنعكس العقوبه هذه اللي لم تطبق على الذي لم يدان يتكلم عن الاتهام هذا الاتهام على, على, على المتهم ما ثبت هذا الاتهام ايش حتسوي فيه طيب ما في نص هو ما في نص عشان انت تتصرف في الماده هذه تاخذها بدل طيب. ما هي تعاقب فيها مثلا المتهم يعاقب فيها المدعي حلو. هذا جانب الجانب الثاني انه القضيه انا في ظني انه حدث فيها تسويه ما يعني انا غير مؤمن ايمان كامل بانها تم التعامل فقط مع اللائحه فقط كلام قوي وتعامل مع اللائحه نعم ولكن في اطار تسويه معينه الان يعني هم هذه اللائحه ما استخدموها كذا لا شوف انا افهمك لا شوف اللائحه يعني انه المفترض هذا الفعل يكون يروح لابعد في اللائحه لكنه لا 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 لا, لا, لا انا انقل انا ابني على بنائك لا اللائحه هذه بالضبط ما في شيء ثاني غيرها يعني لائحه ترى ماده 72 طيب ترى موجوده يعني الكل يمكن انه يعني يطلع عليها طيب. يعني ما تجاوزوها لكن بس القصد وشو انه فيه قناعات معينه من خلال الـ التحقيقات من خلال الشهود ومن خلال الآخر طيب. وصلوا إلى مرحلة أنه يجب أن يكون في تسوية معينة نصل إلى أن نطبق هذه اللائحة بالشكل هذا وهنا كانت فرصة كبيرة لوزارة الرياضة أن تتدخل فيما يخصها فتدخل فيما يخصها واقتصت من ما رأت أنه هناك ارتكاب مخالفة من رئيس نادي الشباب ومن المركز الإعلامي لنادي الشباب طيب حلو. فأصبحت الآن هي وهناك ممتاز. أيضا شكاوى طيب. ما بين الطرفين شوف. قد تكون متجاوزة للمجتمع الرياضي عبد العزيز يعني الغيام بقول اسمه مرسل لي هو يقول يوجد نص في مادة 50 البند 5 الفقرة 2 إيقاف عام وغرامة 300,000 ريال تكون على البلطة هذا
هذا هو لمن لمن مادة موجودة يتكلم إيه لمن تكون كذا المتهم قصدك إيه؟ ولا المدعي إيه يعني هو يتكلم على انه الموقف كان فيه ممكن يوصل بالعقوبة لهذه الدرجة. اسمع تركي السالي. والله خلينا نتوجه بالشكر لوزارة مقام وزارة الرياضة التي تحرك سريعا في هذا الاتجاه. نعم الفيديو الذي نشر من الشباب مركز اعلامي عبر حسابهم في تويتر وحذفه بعد اعتقد 20 دقيقة لم يكن مقبول على الاطلاق، وبالتالي تحركت وزارة الرياضة في هذا الاتجاه. فيما يتعلق وبالتالي وزارة الرياضة لم تتدخل في قرارات لجنة الانضباط على الاطلاق وليس لها علاقة، وهذا صحيح. هي توجهت للخلل هذا واوقفت المدير المركز الاعلامي و رئيس النادي بلطان شهرين. انا اعتقد انها ايضا كانت رحيمة بالبلطان في هذا الاتجاه، رحيمة جدا. هو فعليا الى نهاية الموسم كذا يعني شهرين، لكن انا اعتقد انها يعني 60 يوم الى نهاية الموسم لا يعني نظرا للجرم اللي تم اتخاذه نصر نرى انها جريمة، ترى جريمة معلوماتية يعني. بالتالي وزارة الرياضة ايضا تحدثت وقالت منظورة يعني حلو. وهنا طبعا مهم جدا ان نوجه رسالة جدا جدا للزملاء اللي في المراكز الاعلامية. انتم صوت للمنشآت وليستم صوتا لرؤساء الأندية. انتم لا تتخذون مواقفا بناء على ما يقوله رئيس النادي. صحيح انه رئيس النادي هو الممثل الأعلى للنادي، لكن كان يجب أيضا أن تدخلون مع خالد البلطان في نقاش أن هذا ممكن أن يورط النادي. لكن الإنتاج والترويج والتسجيل والبث جريمة معلوماتية بامتياز، وبالتالي النصر تحرك في هذا الاتجاه بالذات حسين عبد الغني. حرك في إطار النيابة العامة وفق جرائم. هذه المعلومة أنت تقولها يعني كمعلومة اليوم أنه حسين تحرك في هذا الاتجاه. لا أعلنت الأكيد أيضا أن النصر أخطر لجنة الانضباط بالاستئناف على القرارات الصادرة. النصر يرى أنه العقوبة التي وقعت على خالد البلطان 3 مباريات أعتقد 40,000 أو أكثر ما أعرف 40,000 هي 42,000 إيه. النصر يرى بأن الواجب كان يعني تطبق الفقرة المتعلقة بالكراهية وليست المتعلقة بالسلوك، يعني اللي كانت مخففة أخذت أخذت لجنة الانضباط المادة المتعلقة بالسلوك ومدري مع بس أي. النصر يقول لا ليست العلاقة بالسلوك، هذه مسألة تتعلق بالكراهية لأنه كان هناك ألفاظ ثم كان هناك ادعاء غير صحيح اتهام مكذوب. هم بناء على اختلاق هذا الاتهام المكذوب في أرض الملعب تطاولوا إلى اتجاه الكراهية، وبالتالي عبت الكراهية فيما يتعلق بالعنصرية وغيرها. النصر يرى أن هذا هو الذي يجب أن هذه المادة المفترض توقع يجب عليها أن أن تنظر، وبالتالي النصر تحرك وفريقه القانوني على ما أظن أخطر ولجنة الانضباط سيتحركون في هذا الاتجاه. حلو. وهو تحرك سليم من نادي النصر اليوم. لحظة بس، تحركوا في هذا الاتجاه وين؟ يعني ضد اللجنة؟ مش ضدها لا، قدموا الاستئناف. القرار اساسا القرار أنا الذي صدر من لجنه الانضباط يتيح الاستئناف. اي صحيح، وبالتالي تقدم النصر بناء على هذه المتاحه للنظر في ماده ثانيه. أوكي. وليست الماده التي صدر منها. حلو. القرار ان يعني عنده مسببات ممتاز. وضعها ودعمها بالفقره اللي تقول انه رئيس النادي ومجموعه اللي معه كانوا في الملعب تسببوا في اشاعه الكراهيه. طيب اليوم نحن نقول يعني ارجو أن نتحدث وفق الحدث ولا نتحدث وفق الأشخاص. نعم. يعني اليوم إحنا لا نتحدث عن خالد البلطان وفق تاريخه وتصرفاته وغيره، إنما نتحدث عن الحادثة التي حصلت. ممتاز. بناء على هذه الحادثة نشرحها لأنه على فكرة فيها أكثر من طرف. حلو. فيها أكثر من نقطة يجب أن نقف عندها. لماذا تحركت وزارة الرياضة؟ تحركت بناء على مسؤولياتها. وبالتالي أيضا نحن كلنا علينا مسؤوليات. أنا أظن بل أجزم أنه الإعلام السعودي في جزء منه عظيم وأضرب له ألف تحية لأنه اتجه إلى هذه المسألة دون تجيش وتلفيق وشيء. ومن هنا دعني أحيي برنامج الديوانية وكل الزملاء اللي كانوا في البرنامج تداولوا هذه القضية. نعم. وأيضا البرامج المحترمة الأخرى. أمر آخر نقوله للصحافة وللصحفي، أرجوكم هذه مهنة عظيمة جدا، لا تصبحون مطية يركب كرئيس النادي ولا يركب كنادي معين ويمرر ما يبي. عيب. الصحافة مهنة سامية جدا، مهنة سامية جدا جدا. هناك يوجد في كل صالات التحرير وفي إدارات التحرير في كل الصحف العالمية المحترمة والصحف السعودية أيضا بعضها ما يسمى بقسم التحقق أو إدارة التحقق. هل لديك، هل أنت متحقق من هذا الخبر؟
أم لا؟ يعني لما إحنا أحيانا ننزعج من حالة التنمر اللي تجينا في تويتر، إحنا كإعلاميين نعم كلبونا طالتنا هالحالة، جينا حالة تنمر أحيانا ثم نلتزم بمهنيتنا، ثم تأتي المهنة أو ناس أو أطراف في مهنتك اللي أنت فيها ويسقطون هذه القيم، ينحرونها نحر. من هنا كيف تقضي على حالة التنمر التي تأتي للإعلاميين في تويتر من الجماهير العاديين؟ كيف؟ اليوم أرجوكم يا أحبابي في الصحافة، ضع المهنة بين عيونك، ضعها في قلبك، ما راح حد ينفعك، لا رئيس نادي ولا طرف مخفي ولا طرف مؤثر ولا طرف ظاهر، ما حد ينفعك. اللي ينفعك اسمك اللي بيظهر على الصفي على الخبر. ها لا يمكن. أيضا الصحف أقول لكم أعيدوا قسم ما يسمى بقسم التحقق من الأخبار. ما في صحيفة في العالم إلا تتحقق من هذا الأمر، هل هذا خبر صحيح ولا لا؟ صحيح، نشرنا أركانه مكتملة. يا جماعة الخير، من الذي شاف التقرير الذي كتبه المراقب أو الحكم الرابع وقال أن حسين عبد الغني تلفظ بعنصرية؟ أعطني. ما هي لجنة الانضباط برأت حسين تبرئة كاملة، شهود وراحت وجت حوالي 7 أيام. الوحيد اللي يمكن لقوه عليه موضوع التهجم، وأنا أتحفظ على هذه لأنه ما شفنا حسين تهجم خارج الملعب. خارج الملعب تحت إدارة من؟ المنشآت. خارج الملعب تقول أنت أستاذ؟ خارج المنشأة، خارج المنشأة يعني خارج المنشأة من خلف المدرجات يعني وسط المنشأة. هناك كلام أيضا، وأرجو أن وزارة الرياضة أن تؤكد أن هذا كلام من عدمه. هل صحيح أن الرجل الذي تحدث بالشهادة هذه وذكر أن حسين حاول التهجم على رئيس النادي كان موجودا حينها أم لم يكن موجود؟ وهل كان الرجل أدلى بشهادته فعلا وهو على رأس العمل وحاضر الواقعة؟ هذه ليست قضية. النصر الآن رفع استئناف لمواجهة طيب هذا. أنا أقول أيضا بح صوتي ولا أقول هذا من هنا وكذا برا، كل التقدير والاحترام للأستاذ خالد البلطان، لكن خالد البلطان يتعامل بالعقلية القديمة في زمن ما هو قديم، في زمن مختلف. كتبتها في مقالاتي وقلتها هنا وزعل وراح وحط. الرجل لم يعد ينفع للمرحلة، مرحلة مختلفة تماما، مرحلة ما هي مرحلة تهيج ولا إثارة رأي عام ولا تفلت على الناس في المدرجات ولا ألفاظ ولا عن جهيات ولا عن تريات ولا بدق خشومكم ولا بجيب غصب، ما عاد ينفع الكلام هذا. في لائحة أندية تشرف عليها وزارة الرياضة، البلطان وغير أخي ما قاطعتك، لا قلت البلطان وغيره. أنا ما قاطعتك، البلطان وغيره. إذا أنت تبغى تدافع عن البلطان دافع عن بعدي، نقول أنا أدافع. قلت لك لا تحدث عن حادثة ولا البلطان وغيره يعني عشان تكون تعمل فائدة. أعطني حادثة غيره كثير، أعطني قل اذكر اذكر حادثة في هذا الدوري. الاسماء اصلا قل الان، احنا عندنا الحالة سيئة يعني. اعطني حالة الان في هذا الزمن اصلا ما يحدث، ما يحدث بين في مقاعد الاحتياط بحد ذاته. انا اتحدث كلهم مسؤولين صراحة. ها ونقول لخالد البلطان ارجوك غير من هذه العقلية، حاول. لكل شخص يحاول ان يدعم البلطان في هذا الاتجاه اقول صدقا اجلس مع هذا الرجل، لم يعد يصلح في هذه المرحلة، مرحلة مختلفة تماما تماما تماما. نعم رجال ويقود ناديه بشكل جيد، جاب لعيبة نعم ما ننكر هذا، لكن تفاعلاته إدارته للمواقف خطأ، خاطئة جدا جدا جدا، لم تعد تصلح في هذا الزمن. غيره يسويها يسويها ويقولون له ما يحب الهزيمة. غيره قل لي غيره من غيره يسويها، قل فلان بن فلان عشان ما يحب الهزيمة، قل فلان بن فلان كأنه الباقيين يحبون الهزيمة، قل فلان بن فلان. طيب أنا ما أحب أقول لك حبيبي، لا تقاطعني. طيب هذا رأيي أنا وهذا كلامي أنا وهذه رأيي، ما قاطعك أنا مجرد ومحاولة كل شوي داخل غيره من قل غيره قل فلان بن فلان. كثر تاريخ كثير، ما في كثر تاريخ. أنا أتحدث عن المرحلة الحالية يا أستاذ، من سنين إلى يوم. أنا أتحدث عن المرحلة الحالية. كمل هذه المرحلة الحالية، هذه المرحلة. لماذا نقول أنه يجب أن نكون أذكى في التعامل مع هذه المرحلة؟ الأمير محمد بن سلمان في آخر لقاء مع قبله مبادرة الاستثمار تحدث بشكل مباشر أنه سيدعم هذا، أنه سعيد جدا بنتائج التحقق في الدوري وسيتجه في اتجاه الدعم لهذا الدوري. ممتاز. أنا على يقين أن الحكومة ضخ مبالغ هائلة لإخراج هذا الدوري بالشكل الجيد. نحن نضمنا سوبر إسباني، سوبر إيطالي، جبنا نجوم اعتزالات على أيام الحبيب أبو ناصر، وأيضا استمرت العقود مع في عهد الأمير تركي بن عبد العزيز ولسه جاية، والوضع ماشي ممتاز جدا في اتجاه بناء مستقبل ووضع رياضي أفضل. طيب. يا أخي شوفوا مع كابل الحب والحب الحب والاحترام، يعني هل تلفظ فهد بن نافل يوم الأيام على أحد ولا قال أحد؟ منتهى الخلق والرياض. هل شفتوا عبد الله الدبل قال شيء؟
خالد خالد الدبل عفوا ولد عبد الله الله يرحمه ويسكن الجنة. هل شفتوا المدرك يعني تجاوز بعض الاشياء؟ هل شفتوا يعني نبي النماذج حق القادسيه، احد يعرف اسمه؟ اعطوني اسم حق القادسيه. دغيثر ناصر. دغيثر من هو؟ ناصر الدغيثر. ونعم اللي هو مكلف اللي جاء بعد احد يذكر شيء، احد يذكر حق الفتح شو اسمه الراشد ولا العفالق؟ سعد العفالق المهندس سعد. احد يذكر هذا الرجل؟ وتراه ضمن المشروع وتجيهم 50 مليون لا استراتيجيه ويحققون الحوكمه ويشترون انديه ولاعيبه ممتازين. فتح جايب لاعب منتخب البيرو. شفتوا لاننا نريد نماذج شابه ممتازه تقدم الوجه المشرق للكره السعوديه. طيب. تقدم الوجه المشرق للرياضه السعوديه. تقدم لنا نماذج اداريه ورئاسيه محترمه. العوده للعصر القديم بادوات قديمه لن يجدي. ممتاز. طيب اسمع منك استاذ عادل على هذه القضيه وعلى قرار الوزاره. شوف انا ايد الاخ تركي في تصرفات البلطان خارج الملعب. نعم كما حدث في يعني انا يعني تفاجأت بل صدمت. هو يعني في خلينا نتكلم عن موضوع حسين عبد الغني. انت فايز ومتصدر وكذا، ليش سويت كذا؟ يعني حتى لو سمعت، حتى لو احنا سمعنا، حتى لو حسين عبد الغني واحنا سمعنا الكلمه، ما كان لازم انك انت تتحرك. اشتكي بعدين. نعم لكن يعني فعلا كلامه حول كثير من ما يردده او يلجأ له البلطان خارج الملعب الان انتهى. مرحله اخرى، وفعلا الاسماء اللي ذكرها انا اقول صح. لكن هذا لا يمنع من القول انه خالد البلطان على مستوى داخل الملعب هو الرئيس الافضل. نعم الرئيس الافضل للامانه. انا شوف انت اعمل صناعه الفريق، انت اعمل استفتاء الان. اعمل استفتاء زي ايام منصور بلوي، كان يجيني مثلا واحد اهلاوي والهلال ونصراوي يقول لي منصور بلوي، اقول له انت تخيل انه منصور البلوي الان رئيس ناديك، يقول اي والله رئيس. صراحه نعم. خلينا نكون منطقيين. نعم. الان البلطان نفس الشيء. انا الان لو تقول لي يعني اداء البلطان داخل الملعب باللاعبين بالحضور، تقول لي رأس الاتحاد، اقول لك ونعم واسال اعمل هذا. نعم انا شوف تركي قسم يعني فعلا التقسيم كلامه صح 100% فيما يتعلق باداء خالد البلطان خارج الملعب. انتهى في الاعلام التصريحات. يعني هو يتكلم عن المرحله تركي بشكل عام ما يعني لا هو قال لك لكن جاب لعيبه وكذا كرئيس داخل الملعب انا اشوفه الاول صراحه. ممتاز ابو محمد. يعني هذه القضيه فتحت لنا ملفات كبيره، واعتقد انها تحتاج الى فترات طويله لاعاده هذه الملفات وقراءتها كما يجب. انا اقول ما حصل اسبوعين اللي راحوا اختبار للضمائر. ابو غلا تكلم عن انه لابد ان تكون المهنيه الصحفيه امام عينك. نعم. انا ازيد عليها نقول لابد ان تكون مخافه الله امام عينك. وان لا تكون يعني وقتي وتفكيرك يعني للوقت اللي انت عايش فيه. لأنه كل صغيرة وكبيرة ستحاسب عليها. حلو. وهذه الأمور داخلة في ذمم. ما احنا نتكلم ثلاث نقاط ولا ميول. يعني مثلا حسين أسبوعين وهو تقريبا شبه جازمين الوسط الرياضي أنه قالها. حلو. لردة فعل الشباب، إدارة الشباب، الأخبار الصحفية اللي طلعت، لأنه بالأخير أنا لما أشوف صحيفة وتقول أنها معلوماتها مؤكدة أنا بأخذ بالجزم حتى أنتظر يعني الطرف الآخر. أيه. أسبوعين والرجل قايلها طلع العكس. قضينا من لجنة انضباط، وش تبي تقول أمام الله؟ ظلمت الرجال. ما هي سالفة ثلاث نقاط، ما هي سالفة مباراة وتنتهي. إذا انتهت بعقول البشر عند رب البشر لن تنتهي. ودعوة الله في سجوده أقواله من لجنة انضباط وغيره حتى إن سلمت من الدنيا. يا أخي يحيوا ضمائركم يا أخي، ما هي سالفة اصطفاف ولا هي سالفة ميول، ولن تنفعني الأندية حينما أكون وحيدا أمام الله. هذا أمر مهم. ليش؟ لأنه ضعنا صراحة. أنت واحد محسوب على الوسط الرياضي بسياسة إن لم تكن معي فأنت ضدي، هذه موجودة حتى أصبحت واقع. ومع الوقت مشينا إلى أنه الميول ثبتت خلاص. حلو. أنا مع هالميول هذه ماشي
في قضايا ناصرا لها وسواء كان على حق ولا غير. لا لابد ان اعاده الضبط من جديد صراحه. اذا ما عندك الضمير والذاتي والرقابه الذاتيه والمخافه الذاتيه فانت راح يعني تكون امام اراء جماهيريه يعني تراها تؤثر عليك وانت ما تشعر. لابد انك تنجرف خلفها، لابد انك تتكلم بكلامها. انت يعني حط لنفسك المكانه اللي تستحقها، لا تجعل الاخرين حلو يعني يصبخونك يمين ويسار. تدخل الوزاره اليوم في هذا الموضوع ابو محمد هو استكمال لما حصل للجنه صراحه. عقوبه انا اشوفها مخففه. ارجع واقول لك كنا ننتظرها تكون تاريخيه. امس مباراتين، اليوم شهرين. بس لا بس قرار الرياضه صراحه فيه حكمه عاليه المستوى صراحه. ليش؟ ولاحظ هم ضغطوا على الانضباط يمكن مرتين في البيان انه القرارات الانضباط شيء وما اصدرناه اليوم شيء، لانه انت هذه فيها حساسيه خاصه على مستوى الفيفا في الخارج. لا يجوز لوزاره الرياضه انها تتدخل الا في المنشاه، معروف اداريا وماليا. نعم. هيئه الرياضه. نعم. فنيا اتحاد الكره. هذا التقسيم معروف. فهي راحت للجانب اللي متعلق بالمنشاه والنادي اداريا. واتخذت قرارها. انا اشوف القرار فيه حكمه، ما قد يكون لها حتى وجهه نظر انه يمكن ما هي راضيه عن قرارات الانضباط. احنا ما لنا شغل فيها. فانا اشوف كثير من الحكمه في هذا البيان، واتخذوا قرارهم وشهرين انا اشوفه، لانه هو اساسا نشر فيديو. نشر فيديو ولا تدخلوا ابدا في الانضباط. شوف هذا انا اشوف كثير من الحكمه في الموضوع. ممتاز. ترى احنا تكلمنا على القضيه ما اخذنا قرار كقرار، رجعتوا بنتم للقضيه اليوم القرار انه يجي من الوزاره ابو نواف. يعني اقول انه اصلا الوزاره اخذت يعني اتخذت القرار اللي يعني هي مرجع له اصلا. هي طبعا انتظرت لجنه الانضباط او اتحاد الكره علشان ينهي ما يتعلق بأصل المشكلة. بعض جوانبها مرتبط بالوزارة، هي الجهة الأعلى وهي الجهة المنظمة للأندية والمعنية بالأندية، لذلك اتخذت قرار وقلنا بناء على لائحة. لا يمكن لأحد أن يتخذ قرار بناء على لائحة ونجي احنا نقول له المفروض يكون أكثر ولا يكون أقل ولا آخر. في لائحة وفي واقعة ونزلت الواقع على أخذتها الوزارة كالمقطع الفيديو، يعني ما راحت حتى على مستوى اللاعبين اللي هو خاصة باللجنة. ارجع للائحة الأساسية للأندية وشوف ما يتناسب مع ما اعتبر مخالفة ارتكبها نادي الشباب أو رئيس نادي الشباب، وقيس مدى أن هذه القرار هو جيد أو غير جيد. يعني احنا التعليق على القرارات الحقيقة والتعليق على والحديث عن القضايا المنظورة وما يتم الحديث فيه ما بين الواقعة وما بين اتخاذ القرار من أي جهة أعنف وأسوأ من المخالفة نفسها. يعني إذا قلنا الآن مثلا في واقعة الشباب والنصر، إلى حتى أن صدر القرار فيما يخصهم، تم الحديث بشكل أسوأ مما ارتكب من مخالفة سواء من إعلاميين أو من جمهور. ومورست كل الأشياء اللي الآن الناس يعني معتبرتها شنيعة وفظيعة ولا يمكن أن تصدر من 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 شخص لديه ضمير، لديه إنسانية، لديه دين. وأرجع ثاني مرة لكل ما قيل، هو كله ينطبق على نفس الكلام هذا. سواء من أحد في السوشيال ميديا من جمهور لا نعلم منهم أو من إعلاميين بأسمائهم أو من إعلاميين في برامج. تم الحديث والتعرض لأطراف المشكلة أو لأطراف القضية بما يستحق أن يعاقبوا بمثل ما يعاقب به من ارتكبوا المخالفة وأكثر. الناس استباحوا لأنفسهم أنهم يتكلموا عن الأشخاص بشكل مرتاحين، يعني بضمير مرتاح. جرد من كل شيء. تطعن في 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 أخلاقياته، تطعن في سلوكه، تطعن في كفاءته، تطعن تركب هالخطأ كاملا، يعني وكأنك تعلم الغيب وتتأكد على أنه يعني ما تم منه هو جرم وما تم منه وهو يستحق العقوبة أكبر إلى آخره. ما أعرف أنا. حلو. يعني احنا أنا في تصوري أن احنا يعني في غنى عن إضاعة وقت بهذا الشكل وجهد بهذا الشكل في قضية مثل هذه. أنا ممتاز. أعتقد لو صرفناها في إصلاح أشياء أو في تأسيس الأشياء
جيدة. طيب. أعتقد أن أولى وأجدى. هذا جانب. والجانب اللي بس بنهيه سريعا, أنه حين دائما نتكلم عن اللائحة لكن لا ننقد اللائحة. يعني اللائحة خلاص, اللائحة طالما أنها بهذا الشكل أنت الآن تلتزم فيها, متوافق معها. إذا أنت فعلا يعني مقتنع بأن مثلا المادة هذه وبنودها أضعف من أنها تعاقب, يا أخي عندك نهاية الموسم في جمعية عمومية, أطلب مراجعة اللائحة واتفقوا على تغيير وإدخال وتبديل في اللائحة بما يعني أحدثته أو بما طرأ من أحداث واستجدت من أحداث, يعني أوضحت لك أنها يجب أن تتخذ مادة مختلفة وكذا. أما الحديث عن اللائحة أوريدي صايرة, ما أعتقد خلاص اللائحة هي نفس اللائحة. ليش نواف الانتقاد مو على القرار أو على الخبر اللي طلع أو القرار اللي طلع من لجنة الانضباط؟ المفاجأة أنه كل اثنين أخذوا مباراتين من المخطي. هنا الموضوع, هنا السؤال. كل واحد يعطي على حسب خطأه. كيف على حسب خطأه؟ يعني في واحد مدعي وواحد انظلم في القضية, أو واحد المدعي يعني عوقب والطرف الثاني عوقب لأمر آخر. عوقب إيش؟ هو يقولك مباراتين. إيه بس يعني طيب أوكي في محاولة إذا هذه اللائحة تقول هذا الكلام في موضوع سبب ضجة لمدة أسبوعين على جميع الأصعدة, محاولة الاعتداء هي مباراتين. احنا طيب. نتكلم عن اللفظ العنصري. طيب انا فيه ولا ما في قال ما في انا متاكد طيب هذا العقوبه. هذا الموضوع سوف يعني سوف يختص فيه صاحب الشان اللي هو الكابتن حسين. طيب خلينا نشوف بس الدعوه للنيابه العامه وبياخذ حقه فيها. اما لجنه الانضباط ما طيب. احنا اخذنا امس اول رده فعل كانت من رئيس نادي النصر بعد القرارات لجنه الانضباط. اليوم برضو بعد البيان بالنسبه لوزاره الرياضه والقرارات ايضا في تغريده للدكتور صفوان سويكت رئيس نادي النصر, اشكر وزاره الرياضه خصوصا الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل على وقوفه وموقفا حازما تجاه التجاوزات والتعديات المصاحبه لمباراتي النصر والشباب, واسال الله له مزيدا من التوفيق والنجاح. لا زلت مؤمنا بان لغه القانون اذا سادت نشرت العداله بين الجميع. طيب في احد بيضيف شيء؟ لاني بقفل الموضوع بنروح للجوله. نقول وزاره الرياضه الف شكر. الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل تحرك في اكثر من اتجاه لضبط الأمور سواء كان ذلك على مستوى الصيانة والملاعب. شاهدنا أعتقد العام في ملعب المجلوي في الأحساء, شاهدناها في الجوهرة, شاهدناها في الخرج أمس, شاهدناها. هذا الرجل يتحرك حتى من الذين يقعون تحت إدارته وتحت مسؤولياته في الصيانة والتشغيل وغيره, ويوقف المقاولين ويدعو إلى المحاسبة ويدعو إلى التوبة. هذا تحرك ممتاز, وهذا التحرك يأتي في إطار, شوف الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل هو عضو مجلس الوزراء. نعم. يحضر جلسة مجلس الوزراء الذي يرأسه أو يرأس الجلسة الملك. فبالتالي هو رجل حكومة بالدرجة الأولى. الحكومة تنتهج الشفافية والمحاسبة والوضوح بشكل مباشر. المملكة العربية السعودية عندما رأت أنها تضررت من الشركات اللي ما تفتح لها فروع إقليمية وتجي وتاخذ عندنا مشاريع عظيمه هنا, ها قالت الحكومه لا, اللي بيشتغل معي ويبغى عقود معي بدايه من 2022 او 23 او 24 ولا ما اتاكد من القرار يجي يكون مقره الاقليمي في السعوديه ليستفيد ويستفيد من الميزات الكثيره. نعم. الحكومه واضحه وشفافه وصريحه. الامير عبد العزيز يحمل نفس الاتجاه ونفس الفكر في وضوح الحكومه, في حزمها, في شفافيتها, وبالتالي نتمنى ان تستمر هذه الإدارة الجميلة. حلو. القوية للأمير عبد العزيز بن تركي. ممتاز. ونشكر هذا التحرك, ممكن أرى أنهم كانوا رحماء بكثير. طيب خلينا نروح نرجع للجولة ونشوف جدول الترتيب بعد نهاية الجولة 20 كيف أصبح أساس ندخل على الجولة اللي بعدها. طبعا الشباب 41 لازال في المقدمة, الهلال 36, ثانيا الأهلي 35, ثم الاتحاد 32, الاتفاق 30, القادسية 29. إيه كويس أبو لما لأني ما أشوف. تعاون 28, النصر 28, الوحدة 27, الفيصلي 26, الفتح 25, الباطن 24, أبها 24, الرائد 22, ضمك 17, والعين 15 نقطة. طيب خلينا نشوف مباريات الغد. راح تكون الباطن راح يستقبل الوحدة, الاتفاق سيستقبل التعاون, والأهلي في ضيافة الفيصلي.
تفاصيل أكثر حول مواجهة الفيصلي والأهلي في التقرير التالي. ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستضيف الفيصلي فريق الأهلي غدا على أرضية ملعب مدينة المجمعة. الضيف صاحب المركز الثالث يدخل اللقاء غدا بأمل تكرار نتيجة الدور الأول والخروج بالنقاط الثلاث والعودة لمزاحمة الوصيف والمتصدر وإحياء حظوظه على المنافسة لتحقيق اللقب بعد أن تراجع مستوى الفريق في الجولات الثلاث الماضية إذ لم يحقق أي انتصار فيها واكتفى بنقطتين من أصل 9 نقاط ممكنة والتي أخرجت بعض لاعبي الفريق عن صمتهم. أما أصحاب الأرض فسيسعون إلى تعزيز رصيدهم النقطي والوصول للنقطة 29 ومحاولة الوصول إلى أحد المراكز المؤهلة للبطولة الآسيوية. ويدخل الفيصلي لقاء الغد منتشيا بتحقيق فوزين متتاليين في الجولتين الماضية ومعولا على هدافه خوليو تافاريس والذي نجح بتسجيل 12 هدفا بالدوري حتى الآن. هذه هي طموحات الفريقين غدا، فهل سنشاهد الضيف يعود للمنافسة على اللقب أم أن عنابس دير سيصل للفوز الثالث على التوالي في الدوري ويرد دين الدوري الأول؟ استاذ عادل عصام الدين على المباراه الفيصلي بيلعب على ارضه، حقق فوز كبير على الاتحاد بينما خسر الاهلي خساره كبيره، ولهذا دائما في ظل احنا نظام التعويض عندنا في الدوري انا كده اتوقع الاهلي يفوز بكره على الفيصلي. طيب في صراع مناطق الوسط من سلم الترتيب تقام طبعا غدا مباراتين، الاولى تجمع الباطن والوحده والثانيه بين الاتفاق والتعاون. موقف الفرق واستعداداتها في التقرير. ما جهز، يلا نروح على المباراتين المتبقية. أبو نواف بتعلق علي مباراة من المباراتين؟ نقول الباطن والوحدة على اعتبار أن الباطن بالرغم الظرف اللي يعني اعترض مسيرته كان منطلق، لأنه أيضا تجاوزها يعني بالتعادل في الجولة الماضية وأعتقد حصد النقطة 24. أصبح الآن يعني ما نقول في مأمن ولكنها يعني في اتجاه الصحيح، عكس الوحدة اللي يعني كانت ما يعانيها في هذه الجولات الأخيرة يختلف عن بداية انطلاقته. ولكن طبعا الدوري بشكل عام هو الحقيقة من الترتيب 13 إلى الترتيب السادس، يعني تصور يمكن أعتقد 9 فرق تفصل بينهم برضه نقطة ونقطتين، يعني يبدون من 22 نقطة وينتهون في 29، ففي تزاحم ما زال في المنطقة الوسط أو إلى 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 ما تحت الوسط. حلو. ويقتربون من أيضا ورغم هذا يقتربون من المربع أو الخماسي اللي يبدأ من النقطة 32 للاتحاد انتهاء بالشباب 41. المباراة أكيد أنها معقدة وأعتقد الجولات كلها المقبلة معقدة لأن جميعها يعني فيها تضارب نقطي، نقول ما يسموه كأنه تضارب مصالح، تضارب نقطي في المباريات، راح أيضا يعني كل جولة هي تحدد الترتيب، تعيد ترتيب الجدول من جديد. طيب خليني باخذ توقعات مع ما وقت، ناخذ على الأهلي الفيصلي. الأهلي الفيصلي 2-1 الأهلي. اللي بعدها الباطن والوحدة 1-1. بعده التعاون من وياه
اتفاق التعاون والاتفاق التعاون والاتفاق التعاون والاتفاق اعتقد 2-0 التعاون. طيب روق ابو عبد الله روق يلا اعطيني المباراه اعطيني التوقعات. ودي اتركها حقيقه خطير في توقعات يعني إيه ترى هو نكتفي فيه وسوي رتوه لو نمشي صار عندنا رتوه له انا توقعاتي ما تزبط الا مع الشباب ما تزبط الا مع البلطات طيب مع القوه القاهره عندك التعاون والاتفاق اعتقد تعادل الباطن والوحده الوحده الفيصل والاهلي الاهلي حلو ابو لما اتوقع فوز الباطن والاهلي وتعادل التعاون والاتفاق. ابو محمد تعادلات كلها شكرا لكم ضيوف اليوم على وجودكم شكرا على كل هذه الاراء اللي طرحت شكرا لكم على المتابعه فما الله.